أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في ألترا عراق، اللجنة المالية الحكومة تنشر الذعر وستلجأ إلى خفض رواتب الموظفين. وفي المدى نقرأ، واسط تستعد لموجات السيول الإيرانية، والدفاع المدني ينبه القاطنين إلى حوض النهر. وفي الزمان العراقي، البرلمان يتوقع موازنة 2021 بلا تعيينات. وفي القدس العربي نقرأ، مقتل وإصابة نحو 20 عراقيا بينهم عقيد في هجوم مزدوج لتنظيم الدولة في بيجي. في العرب اللندنية، العراق معرض للاقتراض مع بقاء أسعار النفط على حالها. أما في العربي 21، أول جرعة من لقاح كورونا ستطرح للأمريكيين بعد أسابيع. وفي الشرق الأوسط، سيناتور جمهوري يدعو ترامب لبدء المرحلة الانتقالية. مفارقات كثيرة أحاطت بتعاطي الطبقة السياسية العراقية مع فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إذ انهالت التهاني من مختلف ألوان الطيف السياسي العراقي على بايدن ونائبته كامالا هاريس حتى قبل الإعلان الرسمي عن فوزهما. وقد خرق عدد من قادة الكتل السياسية للبروتوكول حين بعثوا تهانيهم بالفوز، إذ بدت رسالتا التهنئة التي بعثها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي مفهومة في إطارها البروتوكولي. لكن المستغرب في الأمر كان رسائل التهنئة التي انهالت على بايدن من مختلف الشخصيات السياسية العراقية، مثل نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون، وأسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ. عن جو بايدن ومستقبل الملف العراقي كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي: موضوع مشروع تقسيم العراق الذي يرتفع الصراخ حوله بين حين وآخر، لا بد من أن نبين أن الأساس كان مقالا كتبه جو بايدن في جريدة نيويورك تايمز في الأول من أيار مايو عام 2006، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ ويعمل في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس. وقد اشترك مع بايدن في كتابة المقال ليزلي جالب الرئيس الفخري في مجلس العلاقات الخارجية. المقال كان عنوانه الوحدة عبر تطبيق الحكم الذاتي في العراق، وقد ركز الكاتبان في المقال عبر استلهام خبرات الحلول التي حصلت في أزمة حرب البوسنة، فطرحا حل إقامة ثلاثة أقاليم فيدرالية في العراق، أحدها هو إقليم كردستان الذي كان قائما بالفعل، مع تأكيد بقاء العاصمة بغداد ممثلة للسلطة الاتحادية، وذلك لإيقاف الحرب الطائفية وموجة القتل على الهوية التي اندلعت بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. رد فعل إدارة بوش كان رفض تبني توصية الكونغرس، نتيجة للرفض العراقي. لذلك سارعت السفارة الأمريكية في بغداد إلى إصدار بيان نأت فيه بنفسها عن توصية مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وذكرت أن الإدارة الأمريكية ترفض توصيات مجلس الشيوخ، وعند هذه النقطة انتهى هذا المشروع ولم يعد جو بايدن لفتحه مجددا حتى عندما أصبح نائب الرئيس ومسؤولا عن الملف العراقي لمدة 8 سنوات. يختم الكاتب بالقول: تبقى في الوقت الراهن خطوات إدارة بايدن التي ستتخذها في الملف العراقي موضع تنبؤات، لكن المؤكد أن الملف العراقي بات هامشا لتعاطي الإدارات الأمريكية مع الملف الإيراني، وبالتالي فإن القرارات ستكون محكومة بتطورات هذا الملف. كيف يمنع النفط تحول العراق إلى ديمقراطية؟ سؤال يطرحه الكاتب محمد كريم إبراهيم في مقال نشره موقع ألترا عراق، وجاء فيه: أدى تضخم القطاع العام في العراق بسبب النفط أن يكون الاقتصاد صلبا ثابتا لا يتغير مع الأحوال المختلفة.
إن وجود أغلبية العاملين من القطاع العام يؤثر بشكل سلبي في النظام الديمقراطي، حيث أن أغلبية الموظفين سوف يوالون الأحزاب الفاسدة ويستمرون في مساندتهم ما دامت معيشتهم في أيدي الدوائر الحكومية، والأحزاب المعارضة سوف تبقى منبوذة غير مدعومة وقليلة الشهرة والمال وضئيلة التأثير في الناس المتوظفة في القطاع العام. والأكثر من ذلك هو أن الأحزاب الفائزة تصرف الأموال الطائلة التي جنتها من النفط لدعايات انتخابية لنفسها، مؤثرا أكثر في النتائج الانتخابية وتمركز السلطة بيدهم. وتلجأ الحكومة لاستخدام عدة استراتيجيات لإسكات الشعب، بدءا من طريقة الثواب أو العقاب إلى التهدئة المزيفة والاغتيال. انحياز وسائل الإعلام وانعدام حرية التعبير هما نمطان واضحان على مدى 60 عاما من عمر العراق، يتبعهما في ذلك الفساد السياسي والقضائي الفائضان بسيل من الرشاوة. لا يريد المسؤولون عادة الإفصاح عن أموال إيرادات النفط التي تؤخذ وتوزع إلى غير مستحقيها، مما يدفع هؤلاء المسؤولين إلى ممارسة المحسوبيات والقيام بتعيين الأقرباء والأصدقاء في مناصب مهمة للوثوق بهم في أسرار الفساد، سواء أكانوا أكفاء أم غير ذلك. في العراق استطاع النفط أن يشل يد القطاع الخاص وينشط القطاع العام إلى درجة مسرفة غير مخططة، مما أدى إلى ضعف الشركات والمعامل الخاصة. بفضل النفط تحولت الحكومة إلى شركة ضخمة لا يمكن للقطاع الخاص منافستها في أي مجال، سواء في المجالات الخدمية أم في المجالات السلعية، وهذا ما أدى إلى تركيز الاقتصاد بيد الدولة ومؤسساتها، والتي بدورها تؤدي إلى تركيز السلطة بيد الحزب الغالب بعيداً عن الأصوات السياسية الأخرى. الطريقة الوحيدة للتخلص من لعنة النفط هي توزيع المنتجات أو هي تنويع المنتجات واستغلال وجود النفط لمساعدتنا في الصعود نحو العظمة. منذ أن تمكن ثوار تشرين من إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وإجبار خلفه مصطفى الكاظمي على إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها، استكت ركب أشرار عملية الاحتلال السياسية خوفا وذعرا من مواجهة مصيرهم الأسود لما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، أهونها سرقة المال العام والخاص وأكبرها خيانة الوطن، وبينهما جرائم القتل والاغتصاب والتفجير وقتل الثوار بدم بارد، خاصة وأن الثوار قد ربطوا بين الانتخابات وبين كتابة قانون جديد للانتخابات وقانون للأحزاب وتشكيل مفوضية وطنية ولجنة قضائية مستقلة تائمة. حول تحركات مقتدى الصدر الأخيرة كتب عوني القلمشي في مجلة الأكاديمية العراقية: أثبت الصدر بمواقفه المخزية هذه بأنه المحامي عن العملية السياسية، وأنه لن يتردد في ارتكاب أي فعل إجرامي لحمايتها من السقوط، وبالتالي أثبت نصرته لأسياد العملية السياسية وفي المقدمة منها أمريكا وإيران، وكلا البلدين المحتلين لا يفكر بغير تدمير العراق والإغال في إلحاق الأذى بشعبه. بمعنى آخر، فإن القادم الجديد سواء كان ضعيفا أم قويا، كفوءا أم جاهلا، وطنيا أم عميلا، لن يتمكن في ظل هؤلاء الأشرار من تحقيق أي إصلاح مهما كان متواضعا لمصلحة الشعب العراقي، بل سيسير على خطى أسلافه في إعلاء شأن هؤلاء الأشرار بمنحهم حصة الأسد في حكومته وتوزيع الوزارات والمناصب والدرجات الخاصة بالطريقة القديمة نفسها. هكذا فعل جميع رؤساء الحكومات التي تعاقبت في ظل الاحتلال، بدءا من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ومرورا بنوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي وانتهاءا بمصطفى الكاظمي. كل ما يستطيع فعله رئيس الوزراء سواء أكان الكاظمي أم غيره هو تلوين جلباب أسلافه بألوان براقة وزاهية لذر الرماد في العيون، والمقصود هنا احتمال قيام الحكومة الجديدة بإصلاحات خدمية متواضعة على أمل إرضاء العراقيين الذين ضاقت بهم سبل الحياة لحرمان الثورة الشعبية من وقودها الدائم، تمهيدا للالتفاف عليها وإنهائها.
باختصار شديد جدا، فإن الانتخابات في العراق هي كذبة مفضوحة، وإن المشاركة فيها هي بمثابة الاعتراف بمشروعية العملية السياسية كون الانتخابات أحد أعمدتها، وفي الوقت نفسه إعطاء الحق لذات الوجوه الكالحة التي ستفوز حتما لمواصلة سرقاتهم من جهة، وخدمة مشروع الاحتلال وتكريسه لعقود طويلة من الزمن من جهة أخرى. بمعنى آخر أكثر وضوحا، فإن إمكانية وصول وطنيين ومخلصين إلى البرلمان وتشكيل كتلة كبيرة تكون قادرة على إصلاح العملية السياسية من داخلها إمكانية غير قابلة للتحقيق، بل وتدخل في خانة المستحيلات. تعتقد الدول الغربية بشكل عام أنها تمتلك تفوقاً أخلاقياً يخولها النظر إلى الآخرين بنظرة دونية وباستعلاء محمل أو محمل بحمولات مختلفة ومثقل بالموروث من التاريخ والصراع الحضاري مع الآخر وإن أنكروا ذلك. يقول الكاتب علي حسين باكير في مقال بموقع عربي 21 بالإمكان النظر إلى النموذج الفرنسي كتعبير متطرف عن هذا النموذج. منظومة الاستعلاء والفوقية والشعور بالتفوق الأخلاقي تظهر بشكل واضح عند الحديث عن الحريات وعند اعتماد معايير مزدوجة لتقييم نفس الحالات أو الممارسات أو السلوك الذي تتبعه دولة ما غير محسوبة على الفلك الغربي أو عند التعامل مع مسائل الأقليات على وجه الخصوص. خلال الشهر الماضي أطلق الرئيس الفرنسي تصريحات عدائية ضد الإسلام كدين وليس حتى ضد المسلمين، ما أثار موجة من ردود الفعل وحالات العنف. هناك ما يقول إن دوافع الرئيس الفرنسي ترتبط بالانتخابات المقبلة وإن مهاجمة المسلمين تعد أمرا روتينيا في أوروبا لحصد أصوات المتطرفين اليمينيين في وقت يشهد فيه هذا التيار بما في ذلك الأيديولوجيات الفاشية والنازية صعودا غير مسبوق في أوروبا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. في المقابل يرى آخرون أن سلوك الفرنسي العدائي للإسلام متجذر في النموذج العلماني المتطرف الذي يرقى وفق هؤلاء إلى مرتبة الدين المقدس، مع فارق أنه يخلو من أي أطر أخلاقية من المفترض لأي دين أن يتضمنها. الرئيس الفرنسي ومعه وزير الداخلية المتأثر بالتطرف اليميني السائد سوغ التهجم على الدين الإسلامي والمسلمين بقيم فرنسا الحرة. المثير للسخرية أن هؤلاء يرفضون إلزام أنفسهم بما يلزمون الآخرين به. على سبيل المثال دافع المسلمون الفرنسيون عن رسوم كاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن ذلك يدخل في سياق حرية التعبير وأنه من غير المفترض لأتباع الرسول أن يشعروا بالغضب أو الإهانة، ولكن المسؤولين أنفسهم ومعهم المسؤولون الغربيون والإعلام ومؤسسات لا حصر لها دانت انتقاد الرئيس التركي للرئيس الفرنسي عندما أشار إلى أنه شخص غير سوي وبحاجة إلى فحص عقلي. الرئيس الفرنسي تحدث كثيرا عن حرية الرأي والتعبير، لكنه وطاقمه ضغطوا حتى على صحف غربية كفاينانشال تايمز وبوليتيكيو لحذف مقالات تم نشرها فيها، وتشير إلى أن سياسة ماكرون المعادية للمسلمين ستؤدي إلى تقويض فرنسا. لم يكتفي الرئيس الفرنسي بذلك، بل قام بنشر نسخته الخاصة المليئة بالأخطاء والإسقاطات والأكاذيب عن المسلمين مكان المقال المحذوف، وهاجم وسائل الإعلام الغربية التي تقوم بتبني سياساته إزاء التعامل مع المسلمين، لدرجة أن صحفا مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست انتقدته. تحدثت الباحثة الإسبانية من أصل إيراني نازانين أرماليان عن الدور المفصلي لمسلمي الولايات المتحدة والذي برز أخيراً في أثناء السباق الرئاسي بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب. أفضت الانتخابات إلى فوز بايدن، وكان لأصوات المسلمين دور حاسم في هذا الفوز، حيث صوت له 70% من المسلمين الأمريكيين. حول الموضوع كتب محمد زعل السلوم في صحيفة العربي الجديد. أحدث تأثير ترامب اليوم شرخاً كبيراً بين المجتمع المسلمي والحزب الجمهوري. الأزمة الاقتصادية والصحة العامة التي أودت بملايين الناس إلى البؤس المطلق
وعز الرئيس عن إدارة الكوارث المناخية التي اقتلعت منازلهم، أسباب تنتزع أصوات هذه القطاعات من الرئيس. رد فعل وبعد التفاخر بإقامة سلام في الشرق الأوسط من خلال حل نهائي للفلسطينيين باعتراف أنظمة عربية إسلامية بإسرائيل مقابل لا شيء. أما الديمقراطي جو بايدن فليس بيرني ساندرز ولا يتمتع بالشعبية. عين بايدن الباكستاني الأمريكي فايز شاكر في إدارة حملة استراتيجية لتعبئة الناخبين، ولديه صفحة مخصصة لأجندته الخاصة بالمجتمعات الأمريكية المسلمة، وقد عهد بإلغاء حظر سفر المسلمين في اليوم الأول من ولايته ورفع العقوبات المفروضة على إيران، على الرغم من أنه يترك للجمهوريين للمطالبة بفرض حظر شرعي. يقول المسلمون الأمريكيون إنهم يريدون التأثير في العملية الانتخابية ويعاملوا بصفتهم مواطنين وليس بتسامح، مدركين أنهم في الوضع الانتخابي الدقيق لترامب زادت قيمة كل صوت يعطى لها. حملة ماي مسلم يصوت تشجع المسلمين في أمريكا على استخدام حقهم، يطالبون بأن تتوقف قائمة المراقبة وهي قاعدة بيانات الكشف عن الإرهابيين التي أنشاها جورج دبليو بوش وعززها ترامب، تتوقف عن إدراج المسلمين لكونهم مسلمين وأن يعين مسلم في منصب رفيع في الإدارة المقبلة. سيفقد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب في يوم 20 يناير 2021 أهم مزايا وظيفته بعد أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستوري كرئيس، حيث سيتم تجريد ترامب من الدرع القانوني الذي يحميه من مجموعة من القضايا القضائية المعلقة سواء كانت مدنية أو جنائية. هناك إمكانية لذهاب ترامب إلى السجن، ولكن من المرجح أن يواجه عقوبات مالية على شكل غرامات مالية فقط بحسب تقرير لموقع قناة NBC. يواجه ترامب تحقيقات بحملته الانتخابية وأعماله وسلوكه منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل 4 سنوات، وبمجرد أن يصبح مواطنا اعتياديا فهو لن يتمكن من القول في المحكمة إن منصبه رئيسا للبلاد يجعله محصنا من الملاحقة القضائية أو يحميه من تسليم الوثائق وغيرها من الأدلة، وسيفقد مساعدات وزارة العدل في تقديم هذه الحجج. وتناول تقرير مفصل لشبكة NBC نيوز مستقبل ترامب بعد يوم من تنصيب بايدن والتحديات التي تواجهه بعد تحوله إلى مواطن اعتيادي لا يتمتع بأي حصانة، مع أسئلة وإجابات بشأن العقوبات التي قد يتعرض لها بسبب المخالفات الكثيرة التي ارتكبها. وأكدت الشبكة أن هناك إمكانية لذهاب ترامب إلى السجن نتيجة لبعض التحقيقات في شؤونه التجارية، إلا أنه من المرجح أن يواجه عقوبات مالية فقط على شكل غرامات مدنية وفقا لخبراء إنفاذ القانون. وأشارت المحطة إلى أن ترامب سيشعر بمزيد من الإحراج بسبب الأسرار المالية وغيرها من الأسرار التي سيكشف عنها في المحكمة. ولاحظ التقرير أن غالبية المتاعب القانونية ستكون في مسقط رأسه نيويورك، حيث كان ذات مرة في دائرة الضوء كرجل أعمال يصعد السلالم المتحركة بطريقة مثيرة للجدل. ومن بين أهم القضايا التي سيضطر ترامب إلى مواجهتها في النظام القضائي هي قضايا المدعي العام في مانهاتن. قال كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي إن الثقة العامة بلقاح فيروس كورونا المستجد هو مفتاح إنهاء الأزمة المستمرة منذ مطلع العام الجاري. ونقلت صحيفة USA Today عن فاوتشي رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية تأكيده على أهمية غرس الثقة في الرأي العام بسلامة وفعالية اللقاح إذا أثبتت نتائجه ذلك، وبأنه سيكون متوفراً على نطاق واسع خلال الأشهر المقبلة، وصولاً إلى ضمان عودة الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي قبل خريف 2021. وأوضح فاوتشي أن الموافقة على اللقاح ليست عملية سهلة، حيث تقوم لجنة متخصصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة بيانات التجارب السريرية
وتتأكد من درجات الفعالية والأمان التي توفرها وفق المعطيات الحالية. وعادة ما تكون هذه اللجنة مستقلة ولا تتبع لا لهيئات رسمية ولا حتى لشركات، وتتكون من خبراء مختصين في إجراء مثل هذه التجارب السريرية. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. إذن وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.